مركز الرافدين حقيقة إلى وجود كبير وإلى أيضا متابعين كثر وإلى دور كبير في معالجة الكثير من الأزمات. كنا سعيدين بطرح رؤية الوزارة وتقديم الحلول والمعطيات والتي ممكن أن نتجاوز بها كل المراحل حقيقة. الأهداف الأساسية في عمل الوزارة هي تعزيز سعة الخزن في خزانات وزارة الموارد المائية من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي، هذا يعتبر أول مشروع استراتيجي بعد 2003، ألا هو تنفيذ سد مكحول. سد مكحول يقع في محافظة ما بين يعني منتصف صلاح الدين وكركوك حقيقة، يخزن أكثر من 3 مليار متر مكعب من المياه، وهناك توليد طاقة كهربائية، وسوف يستقطب هذا المشروع المهم أكثر من 30 ألف من الأيدي العاملة، سوف يمتص جزء من البطالة التي حصلت في البلد خلال هذه الفترة. هناك أيضا مشروع مهم سوف ينهي معاناة أهل البصرة والناصرية، ألا وهو تحويل القناة المفتوحة من البدعة إلى البصرة التي طولها 238 كيلومتر، استحصلنا إلى قناة أنبوبية حقيقة لتأمين مياه البصرة ومياه الناصرية وسوق الشيوخ. هذا المشروع حقيقة استحصلنا موافقته أثناء اجتماع مجلس الوزراء في محافظة البصرة، كان اجتماع استثنائي، وكان هناك حقيقة دعم كبير من السيد رئيس مجلس الوزراء لغرض إقرار هذا المشروع، والحمد لله تمكنا من إقراره وسوف باشرنا، يعني نستطيع أن نقول أنه المباشرة في سد مكحول وفي هذا المشروع لأعمال التهيئة، الأعمال المساحية تمت المباشرة بها فعليا، وإن شاء الله في بداية العام القادم سوف يدخل حيز التنفيذ وسوف ننهي معاناة البصرة والناصرية وأيضا السماوة في مشروع آخر لغرض من خلال تنفيذ مشروع ماء السماوة الكبير. إن شاء الله سوف تحسم هذه المشاكل. هناك أيضا توجه لغرض إنهاء مسألة المد الملحي في شط العرب من خلال تنفيذ السد القاطع في منطقة رأس البيشة. وصلنا إلى المراحل الأخيرة قبل ما يعني خلينا نقول يدرج تنفيذ هذا المشروع إن شاء الله وتقوم المباشرة به خلال العام القادم. هذه هن المشاريع الاستراتيجية الكبرى بإضافة إلى الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجه عمل الوزارة، كأن تكون موضوع التجاوزات على الحصص المائية، بدأنا بحملة كبيرة، التجاوز على محرمات الأنهر بدأنا أيضا بنفس هذه الحملة، وبدأنا أيضا بمنع التجاوزات من خلال رمي مياه المجاري التي تلحق الضرر والسموم وتمس حياة المواطن بشكل مباشر. هذه المواضيع هي من الأمور المهمة، بالإضافة إلى أوضحنا ما تم التوصل إليه من ناحية العلاقة المائية ما بين دول الجوار، دول المنبع تركيا وإيران، وما تم التوصل إليه لحد الآن. أعتقد هذه الخطة الصيفية كانت 100% للجميع فرات الأوسط وجميع المحافظات، تمكننا من تأمين المياه للخطة الصيفية، وإن شاء الله الخطة الشتوية أيضا هناك حسابات لدى الوزارة لتأمين الخطة الشتوية. فبالتأكيد كل الأمور مأخوذة بنظر الاعتبار، وليتمنى المواطن العراقي أنه إجراءات الوزارة تسير بخدمة الوزارة. هذا البيان احنا نزلناه كوزارة وكتبنا إلى وزارة الخارجية لغرض مخاطبة الجانب الإيراني، إعلامنا أسباب هذا النقصان الكبير في هذا. يحصل نقصان خلال هذه الفترة ولكن لا تصل الكميات إلى ما وصلت إليه الآن، فطلبنا الاستفسار عن طريق الطرق الدبلوماسية، وإن شاء الله سوف يردنا الجواب، وبعد ذلك ستكون هناك إجراءات كثير أكيد يعني تعمل على معالجة هذا. الوزارة لديها خطة ولديها خارطة الطريق ودراسة استراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق لغاية عام 2035. أخذنا بنظر الاعتبار كل الاحتمالات الموجودة، هناك سيناريو للجفاف، سيناريو للملوحة، سيناريو للفيضان، سيناريو للتفاوض، والكميات والأراضي محددة، ونعلم ماذا سيحصل، يعني العلم عند الله الغيب، ولكن بموجب الدراسات لدينا تصور عن ما سيكون لدينا من موارد مائية وأراضي صالح للزراعة في نهاية الاتفاقات اللي خاصة اتفاقات عام 97، اتفاقية الأمم المتحدة في عام 97 واتفاقية هلسنكي. هذه الاتفاقيات لم تنضم لها تركيا، هي غير ملزمة، ولكن أمام المجتمع الدولي وأمام الاتفاقيات الدولية هي ملزمة لتركيا. لذلك جلسنا في مفاوضات مع الجانب التركي، آخر اجتماع كان قبل أسبوع، تطرقنا لموضوع سد أليسو ولضمان وصول حصة العراق المائية دون الإضرار بمصالح العراق المائية وفقا لهذه الاتفاقيات هلسنكي واتفاقيات عام 97 الأمم المتحدة. وبالتأكيد هذه المباحثات سوف تستمر إن شاء الله، ولكن ونأمل خيرا أننا سنصل إلى نتائج إيجابية بهذا الخصوص. لا هي مو الآونة الأخيرة، هي كل سنة زهرة النيل تكون موجودة وتكثر في هذا الموسم بالذات،
فالإجراءات هناك دائرة متخصصة لدى الوزارة هي دائرة مكافحة زهرة النيل، تقوم بإجراءاتها بشكل مستمر ومتابعة من قبل هيئة الصيانة، وبالتأكيد هذه العملية مأخوذة بنظر الاعتبار وإن شاء الله ما تسبب أي ضرر. أنا ما عندنا مشكلة وردتنا بهذا الخصوص حتى نقدر نعالجها، أنا وأنه بس مع هاي المشكلة. ورغم هذا احنا حنتابع هذا الموضوع مع زملائنا المختصين ونشوف وين المشكله اللي انا حقيقه اول نوبه اسمع بها ما طرحت هذه المشاكل، خاصه كان المفروض انه كان المتوقع انه تنطرح خلال بدايه الري الاولى للشرب، ولكن الحمد لله لم تصل اي مشاكل والكل ممنونين من اجراءات الوزاره. رغم هذا راح نتابع هذا الموضوع ونشوفه.